بيع مقتضب. في مدينة الحريات تم منعي من تشغيل اسطوانات قديمة سجلت عليها أنين ماض لا ينفك أن يطل برأسه الكئيب بين الفينة والأخرى، ولا أعلم لماذا لا يعترف البشر بإنسانيتهم إلا عندما يظلمون ويطمروها عندما يظلمون. خلف الزاوية يقف ذلك الجندي الأمي خلف الزاوية في آخر الشارع المؤدي إلى بوابة العقل، ممسكا ببندقيته مهترئة يصوبها نحو كل من يشكك في انتمائه لخيالات موهومة تقول أن كل من يستخدم عقله هو ممسوس. مسكين ذلك الجندي، قد تعب من تصويب بندقيته نحو كل من مر من جانبه ويحسب أن كل صيحة عليه تحسبه متماسكا وهو مشتت الذهن. بائعة الأوهام تقف تلك الشمطاء على باب حانوتها في منتصف نفس الشارع، ترمق المارة بنظرات الشفقة التي تحتاجها هي قبل غيرها، تبيع الأوهام لطالبيها وتشتري الأحلام من واهبيها، تجارة رائجة في ذلك الشارع، والثمن هو ابتسامة صفراء فاقع لونها ينفر الناظرين إلا من فقد نعمة البصر. صانع الدمى يقف هذا الكهل في مشغله مقابل حانوت الشمطة، تبادل مصالح لا أكثر، هي ترسل زبائنها له لكي يصنع لهم دمى الحظ البائس، وهو يروج لقدراتها على تغيير واقع البسطاء البائس، رغم أنه يعرف في قرارة نفسه أنها مجرد دجالة تمارس طقوسا لا يصدقها سوى الحمقى ومن هم يغرقون في وحل الجهل. حارس البوابة، لا أعلم كيف استطعت التخلص من الجندي الموهوم عند مروري في ذلك الشارع في منتصف الليل قاصدا بوابة العقل، رغم أنه وقت حظر التجوال، إلا أن الجندي كان منشغلا بطيف أو شبح خصم وهمي على ما يبدو، فأمر وأرى النور الخافت يسري من شقوق باب حانوت الشمطاء ومشغل صانع الدمى، ويبدو أن هنالك أمرا ما جعلهما يمعنان السهر تلك الليلة. تذكرت أسطورة قديمة تحكي عن فتاة من الجن تعترض طريق الواهمين وتقض مضجع أصحاب النفوس الساقطة في وحل اسمه الأنا. ما لي لا أراها تعترض طريقي، لا يهم ذلك الآن، فما دام الطريق سالكا فلا أهتم إلا بالوصول، ورغم خطوات المتمردة على الحظر إلا أن الوصول للبوابة هو ما يهمني الآن. أقترب من البوابة وأقترب وأقترب. حارس البوابة هو نفسه الجندي الموهوم، تبا لأصحاب العقل حينما يضعون المجانين على أبوابهم فلا يفرقون بين الصالح والطالح. لا أدري لماذا يصوب هذا المعتوه بندقيته البالية علي، أهي غيرة العاطفة من العقل أم أنها قاعدة تقول حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أصحاب الباطل بأنهم على حق. أريد الدخول ولا يزال يصوب بندقيته، أدفعه فيبدو لي أن جسده هش بهشاشة عقله فيسقط على ركبتيه بدون ضجيج سوى طلقة طائشة تستقر على باب حانوت الشمطاء لتهرع هي جارية ويتبعها صانع الدمى، يهرعان لإنقاذ الموهوم ويتركاني للباب لكي أدخله وأمنعهم من الدخول، فبوابة العقل يجب أن توصد في وجه باعة الوهم. في الصباح يصحو الشارع على 3 جثث ملقاة عند البوابة، وكل جثة قد غرست خنجرا من عدم الثقة في ظهر الجثث الأخرى.